أنا باسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. أنا بسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لافتتاح فعاليات جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والعديد من المهتمين بالمسرح في البحرين. وبهذه المناسبة أعرب اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن تقديره التام للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للمهرجان في سبيل إنجاحه وإبرازه بالصورة المتميزة من كافة النواحي، ووقوفها إلى جانب الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتقديم عرضهم المسرحي المتميز الذي يحاكي قصص نجاح الشباب البحريني في شتى المجالات، خاصة في العمل المسرحي، مشيدا سموه بالجهود الشبابية التي أنتجت أعمالا مسرحية متميزة وتحمل بين طياتها أهدافا نبيلة. وأكد سموه أهمية زيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب البحريني الرامية إلى تفعيل دورهم الرائد في العمل العام، ودعم الهيئات التي تحتضن الشباب انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الشباب وتوسيع مجالات المشاركة والمساهمة في إعداد البرامج والخطط لتنمية النشاط الشبابي الحر والمساهمة في مسيرة المملكة في شتى المجالات. كانت ولا تزال الأندية الوطنية والمراكز الشبابية مختبرا حقيقيا لمختلف أنواع الأنشطة، ومن بينها المسرح الذي مد الفرق المسرحية بنخبة من الشباب ليتحول بذلك من مجرد نشاط فني يجد فيه الشباب مجالا للتعبير والترويح عن النفس إلى أداة من أدوات معالجة مختلف قضايا المجتمع، ليأخذ من الطابع البحريني قاعدة لانطلاقه ومن التجارب العالمية مكانا لانفتاحه على العالم بأسره. سعداء بانطلاق الجائزة وهذا المسرح الشبابي. الأندية حقيقة والمراكز الشبابية كانت تنتظر مثل هذه الإعادة القوية واللي تبناها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. سعداء حقيقة بهذه الانطلاقة، سعداء بهذه المشاركة الكبيرة من الأندية والمراكز الشبابية، سعداء بهذا الإنتاج اليوم اللي شفناه من الشباب بهذا الأداء الراقي صراحة والمتميز. جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية في نسختها الأولى جاءت لتؤكد أهمية دور الشباب في هذا المجال، فهي مبادرة تهدف إلى بث الروح في المسرح وإعادة إحيائه من جديد، ليمسك بزمام المبادرة والارتقاء به من خلال إدخال الشباب البحريني في منظومة عمل المسرح وإعطاء الفرصة الكاملة لتقديم المبادرة الفنية الراقية التي تضمن الحركة التطويرية للمسرح الشبابي. هذه المبادرة الشبابية التي تستقطب الشباب البحريني من خلال عملهم في الأندية والمراكز الشبابية وتقديم رؤية ثقافية مختلفة، أعتقد بأن البحرين تحتاجها اليوم، والبحرين تحتاج أن يتم إحياء المسرح بواسطة السواعد الوطنية. إطلاق جائزة خالد بن حمد خير داعم للشباب، يعني الأندية في البحرين نشاطها ما شاء الله واضح، إذا جاءت هذه الجائزة ودعمت الأندية يتصور لي بيكون له صدى طيب يعني بيثري الساحة المسرحية بطاقات شبابية، إن شاء الله بتكون هي الداعم الحقيقي للمسرح في البحرين. مجالات واسعة النطاق جاءت على ذكرها الجائزة، أهمها إدماج الشباب في الحقل المسرحي لما يمثله من مساحة تحتمل تنوع وجهات النظر وصبها في صالح العمل المسرحي، وانطلاقا نحو مستقبل مشرق في إبراز الطاقات الشبابية والمواهب الجديدة التي ترفد الحركة المسرحية بالمملكة بجيل مسرحي جديد. تأتي جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي انطلاقة جديدة للأندية الوطنية والمراكز الشبابية، وتأكيدا على أن الشباب هو الثروة الحقيقية للمملكة والعنصر الأكثر فعالية لخوض غمار نشر الثقافة في المجتمع البحريني بقالب فني.
إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.